بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. الدرس الثاني. رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول رحمه الله: إن سبب ضلال من ضل في هذا الباب، أي باب العقيدة، هو أنه لم ينظر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما اعتمد على أقوال المتكلمين والمناطق، أصحاب المنطق الذين يبنون عقيدتهم على العقليات ولا يبنونه على الكتاب والسنة، فلذلك ضلوا، ضلت المعتزلة، ضلت الجهمية، ضلت المعتزلة، ضلت الخوارج، ظل من ظل من الطوائف بسبب أنهم لم يأخذوا عقيدتهم من الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم. هذا هو السبب الذي أوقعهم في اختلال عقيدتهم، لأنهم بنوها على علم الكلام وعلم المنطق، المقدمات والنتائج وما أشبه ذلك، ولم يبنوها على كتاب الله وسنة رسوله وما عليه سلف هذه الأمة الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا هو المنهج السليم والصراط المستقيم. نعم. وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول. فرط في اتباع ما جاء به الرسول، حصل عليه هذا الخلل في عقيدته، ولو أنه لم يفرط في ما جاء به الرسول واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به ودعا إليه وأرشد إليه لما حصل له هذا الضلال. الله جل وعلا قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا هو. والله جل وعلا قال في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة من صلاتنا، قال: اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء، اهدنا الصراط المستقيم المعتدل، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ جاء بيانه في آية أخرى: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. نعم. فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. نعم. فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أي نعم، من أعرض عن ذكري يعني عن القرآن، وراح إلى علم المنطق وعلم الكلام وعلم الجدل وأعرض عن القرآن الكريم فإن له معيشة ضنكا. قالوا: هذا عذاب القبر، يعذب في قبره. فإن له معيشة ضنكا، أي يعذب في قبره. ونحشره إذا بعث يوم القيامة من قبره، يحشر أعمى لا يبصر، يستغرب، يسأل ربه: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة، يعني في الدنيا. قال: كذلك أتتك، بيّن له السبب، أتتك آياتنا. قال: كذلك أتتك آياتنا، التي هي القرآن الكريم، فنسيتها، لم تعمل بها ولم تستدل بها، نسيتها، فكذلك اليوم تنسى، لأن الجزاء من جنس العمل، وهذا من باب المقابلة. كذلك اليوم تنسى، كما قال جل وعلا: نسوا الله فنسيهم. جزاء، الله لا ينسى سبحانه، ولكن هذه عقوبة، عقوبة لهم. ومعنى نسيهم تركهم في العذاب، تركهم في العذاب، هذا نسيانهم. نعم. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ومن أعرض عن ذكري وهو القرآن فإن له معيشة ضنكا، عذاب القبر، نحشره يوم القيامة أعمى لا يبصر. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أعرضت عنها، وكذلك اليوم تنسى، الجزاء من جنس العمل، نسوا الله فنسيهم، تركهم في العذاب سبحانه وتعالى. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنه تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآية. نعم. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، تكفل الله له بذلك، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، تكفل الله له لذلك إذا اتبع الكتاب والسنة، لا يضل ولا يشقى. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع، آية البقرة، فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. نعم. تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآية. وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال: تبع آية البقرة فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الآية التي معنا: لا يضل ولا يشقى. هذه نتائج التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن. قلت: إنها ستكون فتن، هذا إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم أنها ستحصل فتن، والفتنة هي الابتلاء والاختبار الذي يجري على الناس في أمور دينهم وفي دنياهم أيضا. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: المخرج من هذه الفتن والسلامة منها، كيف تسلم من هذه الفتن؟ الرسول أخبر أنها ستقع، لكن كيف تسلم منها؟ سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما المخرج من هذه الفتن إذا وقعت؟ نعم. قال: كتاب الله. المخرج منها كتاب الله، القرآن والسنة، تتبع الكتاب والسنة تخرج من الفتن. نعم. كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما قبلكم من الأمم السابقة. الله قص علينا في القرآن ما حصل للأمم السابقة التي عصت الرسل وكفرت بالله، ماذا حصل لها؟ نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم مما يأتي في آخر الزمان. الله بيّن لنا هذا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. نعم. فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. حكم ما بينكم في الخصومات والمنازعات، ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ما اختلفتم فيه من شيء، مهما كان هذا الاختلاف من شيء، في أي شيء، في العقيدة، في أمور المعاملات، في أمور العبادات، في أمور العقيدة، ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ترجعونه إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يقال أن مثل ما يقوله المغرورون والمخدوعون: الدين في المساجد وأما الدنيا أنتم أبصر بأمور دنياكم، يقولون الدين في المسجد فقط، وأما المعاملات وأما هذه يرجع فيها إلى القوانين الوضعية وإلى آراء الرجال وإلى وإلى. نعم. هو الفصل ليس بالهزل. هو الفصل ليس، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، ما هو بالهزل، جد القرآن فصل وليس هزلا، وإنما هو جد في جد. نعم. من تركه من جبار قصمه الله. نعم، من تركه من جبار حكم غيره، تمسك بغيره، قصمه الله. أين الجبابرة؟ أين الملوك والسلاطين؟ أين هم؟ قسمهم الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. من ابتغى الهدى في غير القرآن والسنة أضله الله. الذي يبتغي من وراء قواعد المنطق وعلم الكلام وقول فلان وعلان، فإن الله جل وعلا يضله. نعم. وهو حبل الله المتين. هو حبل الله المتين، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله هو القرآن، وقيل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والكل حق. القرآن حبل الله، والرسول صلى الله عليه وسلم حبل الله، تمسك به إذا تريد النجاة. أنت إذا وقعت في مغرقة وفي لجة مياه غرق تغرق، ما معك إلا حبل، إن تمسكت به نجوت من هذا الغرق، وإن أطلقته أو انطلق منك هلكت.
وغرقت. هكذا نحن في هذه الدنيا وفتنها. معنى هذا الحبل كتاب الله سبحانه وتعالى، تمسكنا به نجونا وإلا غرقنا وهلكنا. نعم. وهو الذكر الحكيم. نعم، هو القرآن هو الذكر الحكيم. الله سماه ذكرا، سماه الحكيم والكريم. نعم. وهو الصراط المستقيم، طريق. الصراط هو الطريق، المستقيم يعني المعتدل، وما سواه من الطرق هذه ما يقال له صراط، هذه طرق وسبل لتنسب إلى من أحدثوها. أما هذا الصراط فينسب إلى الله عز وجل، صراط الله. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. الله ما تركنا في متاهة، ما تركنا لقول فلان وعلان، بل أنزل علينا هذا القرآن وهذه السنة النبوية، هي سبيل النجاة. إن تمسكنا بهما نجونا وإلا هلكنا في من هلك. نعم. وهو الذي لا تزيغ به الأهواء. نعم، لا تزيغ به الأهواء، الهوى الذي يتبع ما أنزل الله هذا يهتدي، والهوى الذي يتبع غير ما أنزل الله هذا يهلك. نعم. ولا تلتبس به الألسن. الله جل وعلا يقول واتبعوا أهواءهم، تركوا ماء الوحي اتبعوا أهواءهم فهلكوا والعياذ بالله. نعم. ولا تلتبس به الألسن. أي نعم، هو واضح مهما قرأته فهو القرآن، يقرأه الأعجمي ويقرأه العربي، يقرأه الجن والإنس، هو كلام الله عز وجل. نعم. ولا تنقضي عجائبه. ما تنقضي عجائب القرآن، اللي يتدبر القرآن ويتأمل ما ينتهي من عجائب القرآن، كله عجائب، لأنه كلام رب العالمين كامل، كلام كامل تام لا نقص فيه. نعم. ولا يشبع منه العلماء. لا يشبع منه العلماء، العلماء خاصة هم الذين لا يشبعون منه، فدائما يتأملون ويتدبرون ولا تنتهي فوائد القرآن، وهم لا يقطعون البحث مع هذا القرآن بل يستمرون على ذلك لأنهم في نعيم وفي سرور، فهم لا يتركون القرآن، لا يتركون القرآن ويقولون خلاص اكتفينا، ولا، تمسكون بالقرآن دائما، هذا الذي يريد النجاة لنفسه ولغيره. نعم. من قال به صدق. من قال بالقرآن استدل بالقرآن صدق. نعم. ومن عمل به أجر. ومن عمل بالقرآن أجر، أثابه الله، الأجر هو الثواب. نعم. ومن حكم به عدل. ومن حكم به بين الناس في عقائدهم وفي منازعاتهم وخصوماتهم، من حكم بالقرآن عدل، ومن حكم بغير القرآن ضل وجار وظلم. نعم. ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. من دعا إلى القرآن هداه الله سبحانه إلى صراط مستقيم، طريق معتدل. نعم. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى. أي نعم، على أن القرآن هو سبيل النجاة، ويتبع القرآن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها مبينة ومفسرة للقرآن. نعم. ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينونه إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. ما يقبل الله أي دين وعبادة مهما كلفوا أنفسهم فيها وحسنوها،
ما دامت هذه العبادة وهذا الدين لم يؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يقبله، بل هو ضلال وانحراف. نعم. وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون بقوله سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك، هذا تنزيه لله، لأن التسبيح معناه التنزيه. سبحان ربك رب العزة، القوة والمنعة، رب العزة عما يصفون، عما يصفه به أهل الضلال والانحراف، يصفون الله بأوصاف من عندهم ولا يصفونه بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وسلام على المرسلين، سلام على المرسلين، سلم الله على المرسلين لسلامة ما قالوه من العيب والنقص. نعم. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ختم الله هذه السورة بالحمد لله رب العالمين. الله بدأ الخلق بالحمد لله رب العالمين وختم الخلق بالحمد لله رب العالمين. بدأ الخلق: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. فهذا هو المنهج السليم، الحمد لله لرب العالمين، وسلام على المرسلين الذين وصفوا الله بما يليق به سبحانه وتعالى ونزهوه عما لا يليق به، والحمد لله رب العالمين، ختم الخلق الحمد لله رب العالمين، كما في الآية الأخرى: قضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فبدأ الخلق الحمد لله رب العالمين وختمه بالحمد لله رب العالمين، هو المحمود سبحانه على نعمه الظاهرة والباطنة. نعم. فنزه سبحانه، ومن نعمه الوحي المنزل على النبي المرسل، هذا من أكبر نعم الله عز وجل، يحمد ويشكر على ذلك سبحانه وتعالى. نعم. فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون، نزه سبح سبحان الله، التسبيح تنزيه عما يصفون من هم الكافرون الذين وصفوا الله جل وعلا بما لا يليق به. نعم. ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب. نعم. ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. نعم، حمد نفسه على أفعاله سبحانه التي كلها حق وصواب وعدل يحمد عليه سبحانه وتعالى. نعم. ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان. نعم، هذا سبيل النجاة، أنك تكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، هذا سبيل النجاة. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يكون رفيقك هؤلاء، هذا
هو سبيل النجاة. يكون رفيقك إبليس وأعوانه وأهل الضلال والكفر، هذا هو الخسران المبين. نعم. ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان. مضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة وهم خير القرون، ثم من بعدهم التابعون، التابعون لهم بإحسان، الذين اتبعوهم بإحسان، بإحسان يعني بإتقان، ما هو انتساب فقط بل بمعرفة وعمل. الانتساب وحده لا يكفي، لا بد أن تحسن بأن تعرف ما هم عليه وتسير على منهجهم. نعم. يوصي به الأول الآخر. نعم، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يوصي به الأول للآخر الذي يأتي بعده. نعم. ويقتدي فيه اللاحق بالسابق. نعم. وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون، وعلى منهاجه سالكون. نعم. كما قال تعالى في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل هذه، قل هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يأمره الله ويقول قل للناس هذه سبيلي، أي طريقتي التي أسير إليها، أسير عليها. ما هي؟ أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، لا أدعو إلى نفسي ولا أدعو إلى مذهب أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدعو إلى الله. هذا فيه الإخلاص في الدعوة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: هذا فيه الإخلاص في الدعوة، لأن من الناس من يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله. نعم. على بصيرة أنا ومن اتبعني. على بصيرة، على علم، البصيرة هي العلم، أنا ومن اتبعني، يكون على بصيرة. من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون على بصيرة، على علم، وعلى منهج سليم. نعم. فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو، فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله، هم الدعاة إلى الله، أتباع الرسول. نعم. وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم، وكلا المعنيين حق. نعم، كلا المعنيين حق. نعم. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين. بلا شك أنه ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وقد بلغ البلاغ المبين، واستشهد ربه في عرفة وهو يخطب في عرفة، فقال لأصحابه: ألا هل بلغت؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يشير إلى الله: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. ما عاش بعد هذا إلا شهرين وبضعة أيام، 14 يوما، توفي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين. نعم. وسلك سبيله خير القرون. سلك سبيله خير القرون. من هم خير القرون؟ الصحابة هم خير القرون، ثم الذين يلونهم وهم التابعون، ثم الذين يلونهم وهم أتباع التابعين. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري، ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، أو ثلاثة. هذه تسمى القرون المفضلة. نعم.
ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا. نعم، اتبعوا أهواء، بدل ما يتبعون القرآن والسنة اتبعوا أهواءهم، اتبعوا أهواءهم وقول فلان وعلان، فظلوا وأظلوا لما تركوا الكتاب والسنة وأخذوا بأقوال الناس، ظلوا وأظلوا. نعم. ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها. من رحمته سبحانه أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى إلى آخر الزمان، لأجل أن تبقى حجة الله قائمة على خلقه ولا تندرس، يكون لها من يدعو إليها. لكن هذا سيعادى وسيجهل وسيوقف في طريقه ويقاطع، لكن يصبر على ذلك، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ولهم سيخذلون ويخالفون، لكن ما يضرهم هذا، ما يحرفهم عن ما هم عليه من الحق، يصبرون. نعم. فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. نعم. وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين: الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، تغمده الله برحمته، صاحب هذه العقيدة التي هذا شرحها، الإمام الطحاوي من علماء الحنفية رحمه الله، لكنه تمسك بالكتاب والسنة، وله كتاب الكلام على مشكل الآثار التي بينها تعارض، أجاب عنها ووضحها وشرحها، مشكل الآثار. نعم، شرح مشكل الآثار، كتاب للطحاوي. نعم. الطحاوي تغمده الله برحمته، أو بعضهم يقول معاني الآثار، معاني الآثار. نعم. الطحاوي تغمده الله برحمته بعد 200، فإن مولده 39 و200، ووفاته 21 و300، فأخبر في وقت القرون المفضلة. والطحاوي نسبة إلى طحا، قرية من قرى مصر. نعم. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد ابن الحسن الشيباني رضي الله عنهم. ما أبو كان حنيفة هو أقدم الأئمة الأربعة، لأنه عاصر التابعين، وقيل إنه عاصر متأخر الصحابة، فهو أقدم الأئمة الأربعة رحمه الله. نعم. وصاحبيه أبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد ابن الحسن الشيباني رضي الله عنهم. هذا صاحب أبي حنيفة، إذا قيل صاحب أبي حنيفة فهما هذان. نعم. لهم ثالث اسمه زفر ابن الهذيل، كلهم تلاميذ لأبي حنيفة. نعم. ما كانوا يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نعم. وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل. من سماه أهله تأويلا ليقبل. نعم. التحريف هم يسمونه تأويلا، يقولون هذا تفسير للنصوص وبيان لمعانيها، وهو تحريف وليس بيانا
لمعانيها. نعم. وكلما بعد العهد وظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل. ولكن الله يقيض لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، يأتي المجددون الذين يجددون هذا الدين وينفون عنه ما علق به من اللوثات ومن الأفكار الضالة، يجددونه. نعم. وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف. أول المجددين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، عمر بن عبد العزيز هو أول المجددين. نعم. وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، إذ قد سمي صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى. قل من وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل. التأويل على قسمين، تأويل صحيح وتأويل غير صحيح، هو تحريف الكلام عن مدلوله، يسمونه تأويل وهو تحريف ما هو تأويل. نعم. وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، إذ قد سمي صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة توجبها. هو حمل اللفظ على حمل اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر غير ظاهر لدليل يدل على ذلك، إذا قام عليه دليل فلا بأس بهذا، أما تحريفه من غير دليل هذا لا يجوز. نعم. إذ قد سمي صرف الكلام، الأصل أن اللفظ يحمل على ظاهره، هذا هو الأصل، قد لا يراد به غير ظاهره، هذا على قسمين، إن كان عليه دليل صرف اللفظ عن ظاهره فهذا مقبول، إن كان لا دليل عليه فهذا تحريف وليس تأويلا ولا يقبل. نعم. وهذا هو الغالب على أهل الضلال. نعم. إذ قد سمي صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك، ومن هنا حصل الفساد. نعم. إذا كان التأويل لا دليل عليه يحصل الفساد، وإذا كان لدليل يدل عليه فهذا صحيح. نعم. هذا تأويل مقبول. نعم. فإذا سموه تأويلا قبل وراجع على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما، الذي لا يفرق بين التأويل الصحيح والتأويل الذي هو التحريف، قل من يهتدي للفرق بينهما. نعم. فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين. نعم. وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به. والكلام، علم الكلام اللي هو علم المنطق. نعم. وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه، امتثالا لأمر ربهم حيث قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في الأسواق ويقال: هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله. نعم. ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه، امتثالا لأمر ربهم حيث قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد مع القوم الظالمين. نعم. فإن معنى الآية يشملهم. نعم. فإذا كان
هناك جماعة مجتمعون يحرفون كلام الله ويؤولونه على غير تأويله فلا تقعد معهم، لا تقعد معهم، لأن الله نهاك عن ذلك. نعم. وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ. نعم. فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم، وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فجعله آخر الأنبياء، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء. مهيمن يعني حاكم عليها، القرآن حاكم على ما سبقه من الكتب الإلهية. نعم. وأنزل عليه الكتاب والحكمة. الحكمة هي السنة، أنزل عليه الكتاب القرآن، والحكمة هي السنة النبوية. نعم. وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أن رسالته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس، لأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما من قبله من الأنبياء فإن كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وإلى عاد أخاهم هود، وإلى ثمود أخاهم صالح، وكل نبي يرسل إلى قومه خاصة، وأما هذا الرسول فإنه بعث إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم، هو الأمي لأنه لا يقرأ ولا يكتب، ومع هذا أنزل الله عليه القرآن الذي أعجز البلغاء والفصحاء والعلماء، وهو أمي لأنه كلام رب العالمين، النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، واتبعوه لعلكم تهتدون. نعم. وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة، فهي عامة وهي أيضا باقية لا تنسخ إلى يوم القيامة، إلى أن تقوم الساعة لا تنسخ ولا تبدل ولا تغير. نعم. وانقطعت به، صالحة لكل زمان ومكان، شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم صالحة لكل زمان ولكل مكان إلى أن تقوم الساعة. نعم. وانقطعت به حجة العباد على الله. نعم. وقد بين الله به كل شيء، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء وكيل. نعم. وقد بين الله به كل شيء، وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا. نعم، خبرا عما سبق، وأمرا الذي هو التشريع والحكم. نعم. وجعل طاعته طاعة له، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، تمت كلمة ربك صدقا في أخبارها وعدلا في أحكامها. نعم. وجعل طاعته طاعة له ومعصيته معصية له، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم. جعل طاعته، نعم، وجعل طاعته طاعة له ومعصيته طاعته طاعة لله، له يعني لله. نعم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم. ومعصيته معصية له، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. الرسول عليه البلاغ، أما أنه يهدي الناس لا، هذا إلى الله جل وعلا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. نعم. وأقسم سبحانه بنفسه
أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في صدورهم حاجة مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره. نعم. وأنهم يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. نعم. وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله صدوا صدودا. وأنه فيه يهودي تخاصم مع منافق قال اليهودي نحتكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهودي قال نحتكم إلى محمد لعلمه أنه لا يأخذ الرشوة. قال المنافق نحتكم إلى كعب نحتكم إلى عمر بن الخطاب، يعني ما نروح للرسول، نحتكم إلى عمر. جاءوا إلى عمر فذكر له اليهودي أنه طلب أن يتحاكموا إلى محمد وأن المنافق يقول نتحاكم إلى عمر. قال أهكذا؟ قال نعم. فاخترط عمر رضي الله عنه السيف فقتل المنافق. نعم. وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله صدوا صدودا. وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا. نعم. وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها. نعم. علماء الكلام ومن جاء على منهجهم يحكمون غير الشريعة في المنازعات ويقولون حنا قصدنا الإصلاح، نصلح بين الناس. كيف إذا أصابتهم مصيبة كيف جاءوك يحلفون بالله؟ إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذا في حياة الرسول يذهبون إليه يستغفر لهم، أما بعد موته فلا أحد يذهب إلى قبره ويقول يا رسول الله استغفر لي. ما كان الصحابة يعملون هذا. فالآية إنما هي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. أهل الضلال أخذوها على عمومها بعد وفاة الرسول، صاروا يذهبون إلى القبر ويعتذرون ويطلبون من الرسول أن يسمح لهم ويطلبون منه أن يستغفر لهم وإلى آخره. نعم. وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها أي ندركها ونعرفها، ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة جهليات، وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول، أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة. نعم. مثل الآن يحاولون يكون بين الشريعة والقانون، يقولون كله حكم بين الناس. نقول لا، هو حكم، لكن هذا حكم كفر وهذا حكم حق. نعم. وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة إنما نريد، لأن تحكيم الشريعة ما هو بالقصد منه فقط العدل، القصد منه التعبد لله عز وجل، عبادة لله قبل مسألة العدل في الحكم. نعم. وكما يقوله كثير
من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة، إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهي جهل وضلال. نقف عند هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك من يدعي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وأنه قد سأل النبي عليه الصلاة والسلام فأجابه عن أسئلته، ثم طلب منه الرسول أن يكتب هذه الإجابة أو يكتب هذه الوصايا في ورقة ثم ينشرها، ما الموقف من هذه الأمور؟ رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، الرؤية الصحيحة في المنام لا تكون إلا لمن يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرف صفات الرسول، لأن الشيطان لا يتمثل بالرسول صلى الله عليه وسلم في صورته الحقيقية. لكن من لا يعرف الرسول ولا صفات الرسول يجيها الشيطان يقول أنا الرسول، يجيها الشيطان ويقول له أنا الرسول، يصدقه لأنه ما يعرف صفات الرسول ولا يفرق بينه وبين غيره، فلا يجوز العمل برؤية الرسول إلا لمن يعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الفارقة بينه وبين غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله عز وجل: نسوا الله فنسيهم، هل معنى صفة النسيان هنا أي تركهم؟ أي نعم، تركهم في العذاب، ما نسيهم ذهل عنهم، لا، الله منزه عن الذهول، إنما النسيان هنا تركهم في العذاب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنتم أعلم بشؤون دنياكم، يقول هل هذا على إطلاقه؟ لا، مو على إطلاقه، هذا في تلقيح النخل، وضع طلع الفحال في طلع الأنثى حتى يصلح الثمر، هذا معناه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم مرة: لا تلقحوا النخيل، إن شاء الله صلحت ولا حاجة، فتركوا التلقيح فخربت النخيل، جاءوا يشتكون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: أنتم أعلموا بشؤون دنياكم. الرسول ما جاء يعلم الناس التلقيح ويعلمهم الصناعات والمهن والحرف، هذه إليهم، هم اللي يعرفونه، وأما الوحي فهو خاص بالشرائع وفي علوم الغيب وفي الأمور التي لا يعرفها البشر. نعم. أما المهن والحرف والطب والهندسة والزراعة وإلى آخره، هذه هم أعلم بها، الرسول ما جاء يعلم الناس هذه الأمور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: في بلدنا عندما ينتهي الناس من مجالسهم فإنهم يختمون المجلس بقراءة هذه الآيات: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، فهل هذا الأمر مشروع؟ لا، المشروع ما جاء في الحديث خاتمة المجلس: سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، هذه كفارة المجلس، إن كان المجلس فيه ما لا يرضى صار كفارة، وإن كان المجلس مجلس خير تكون كالطابع عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تنصحون حفظكم الله باختصار هذا الشرح من بعض طلبة العلم حتى يتمكن من الاستفادة منه؟ لا، ما ننصح بهذا، من هو اللي يقدر على اختصار هذا الشرح؟ منه؟ ما أشوف أحد يقدر على هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال بأن التسبيح في قوله سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، معناه النفي، والتحميد في قوله: الحمد لله رب العالمين،
يقول: هل يقال بأن التسبيح في قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون معناه النفي، والتحميد في قوله الحمد لله رب العالمين معناه الإثبات؟ أي نعم، سبحان ربك أي تنزيها لله سبحانه وتعالى عما يصفه به الكفار والمشركون والملاحدة عما يصفون، وسلام على المرسلين، لأن المرسلين وصفوا الله بما يليق به ونفوا عنه ما لا يليق به، سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من العيب والنقص، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نزه نفسه عما يقوله المخالفون للرسل، نزه نفسه عما يقوله المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من العيب والنقص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يدخل في الكلام المذموم الذي عابه السلف قراءة الكتب التي حصل فيها التحريف والتي هي كتب سماوية؟ حصل فيها تحريف والتي هي كتب سماوية في الأصل؟ لا، لا تقرأها، لئلا تغتر بما فيها ابتعد عنها، يكفيك القرآن والحمد لله والسنة، اشتبي تقرأ كتب منسوخة ومحرفة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل الأصل أن يؤخذ اللفظ على ظاهره؟ لفظ القرآن والسنة، نعم، ما هو كله لفظ القرآن والسنة يحمل على ظاهره، هذا الأصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يوجد الآن مصحف في السوق لم يكتب فيه شيء، وإنما هو مسطر كي يكتبه من يقتنيه بيديه، يقول: هل يجوز مثل ذلك واقتناؤه وكتابة المصحف؟ يجب منع هذا، اكتبوا للمفتي وأرفقوا معه هذه النسخة وسيتخذ الإجراء المناسب إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قوله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، يقول بعض الناس: إن استحلال الميتة هو طاعة لغير الله وهو شرك أكبر لأنه رد لحكم الله وقبول لحكم غيره، فهل ما ذكروه صحيح؟ نعم، المشركون قالوا: أنتم تأكلون مما ذبحتم ولا تأكلون مما ذبحه الله، لأن الميتة يقولون الله ذبحها بسكين خاصة أو شنشير ما أدري، فيجادلون بها في هذا. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، الشياطين اليهود ليوحون إلى أوليائهم من المنافقين، يقولون: أنتم تأكلون مما ذبحتم ولا تأكلون مما ذبحه الله، لأن الميتة ذبحها الله بزعمهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، شرك الطاعة، هذا من شرك الطاعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك كتاب لابن عاشور وهو شفاء القلب الجريح في شرح بردة المديح، يقول: هل تنصحون بقراءة هذا الكتاب؟ لا، ما ننصح بقراءة المديح وبردة المديح ولا بقراءة شرحه، لأن فيها الشرك الأكبر وفيها الضلال المبين. نعم. يقول: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي
وإلا قل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هل هناك غلو والعياذ بالله أشد من هذا الغلو؟ أي كفر إلحاد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك بعض الأئمة قد أخطأ في بعض الأسماء والصفات وفي تأويلها، فهل يقال بمثل ما قال المؤلف بأنه بسبب تفريطهم باتباع ما جاء به القرآن؟ ماشي، كل من أضل وأخطأ فإنه بسبب تفريطه في فهم الكتاب والسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كثير من الناس يطلبون العلم لكن القليل هو من يوفق وينفع الله به، فما السر في ذلك وما السبب وفقكم الله؟ السر في ذلك أمران والله أعلم. أولا، من هو اللي يقرؤون عليه؟ لابد أن يكون من أهل الحق ومن علماء المسلمين المعتبرين المعترف بهم، ولا بد مع هذا نخلص النية لله عز وجل في طلب العلم. نعم. فضيلة الشيخ، العلم لا يؤخذ عن مهب وتب، إنما يؤخذ عن أهله المعروفين به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: نحن من بلاد الكفار، فهل يجوز لنا بداءتهم بالتحية؟ لا، إذا بدأوكم تردون عليهم بمثل لفظهم، ولا تزيدون على السلام عليكم، تقول وعليكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول أحد طلبة العلم: إن الطريقة الصحيحة لطلب العلم أن يهتم الطالب بعلم القرون الأولى من الصحابة ومن بعدهم. يقول إيش؟ يقول أحد طلبة العلم: إن الطريقة الصحيحة في طلب العلم أن يهتم الطالب بعلم القرون الأولى من الصحابة ومن بعدهم، ولا يشتغل بعلم المتأخرين، بل يفهم ما كان عليه الأوائل من العلم، ثم بعد ذلك سيعرف قدر العلماء المتأخرين. فهل ما ذكره صحيح؟ ذكره صحيح إذا درس على أهل العلم المعتبرين الذين يعرفون ما كان عليه السلف الصالح. وأما أنه يدرس على أي واحد وهو ما يعرف أهليته ولا يعرف ما ولا يعرف عقيدته ولا يعرف توجهه، فلا، ما يجوز هذا. نعم. إن هذا الدين فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: منكرات ظاهرة تحصل بين الحين والآخر، فما واجب المسلم حيال ذلك، وهل يكفي مجرد إنكاره بالقلب؟ إنكار المنكر درجات، كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا إذا كان له سلطة من قبل ولي الأمر، فإن لم يستطع فبلسانه ينهى عن المنكر ويوضح للناس ويبين لهم الحق من الباطل، ينشر العلم. إذا لم يكن عنده سلطة ولا عنده علم ينكره بقلبه ويبتعد عن أهله، ينكره بقلبه ويبتعد عن أهله، ما يقول أنا منكرم قلبي ويجلس معهم، لا، يبتعد عنه. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز أخذ الهدية من الكفار بمناسبة عيد رأس السنة أو عيد الميلاد عندهم؟ إذا كان لمناسبة دينية عندهم فلا تأخذها ولا تأكل من طعامهم، أما إذا كان ما هو بسبب مناسبة دينية فلا بأس بذلك، إذا كانت مباحة لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول:
هل يجوز الركوع أو الانحناء لأحد من الوالدين؟ لا، لا يجوز الركوع إلا لله سبحانه وتعالى، لا للوالدين ولا غيرهما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من لبس لباس الإحرام ثم وجد فيه رائحة زكية فما الواجب عليه أن يفعله؟ يغسلها. إذا لبس ثياب الإحرام وفيها طيب يغسلها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل حمل المصحف أو وضعه بالسيارة لمجرد دفع الحسد أو للحفظ هل هو جائز؟ لا، ما هو جائز. جعل المصحف حرز من الحروز، إن كان يبي يقرأ فيه هذا طيب، وإن كان أنه يبي يحمله علشان يكون حرز، ما المصحف لا يجعل من الحروز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من المغرب تقول: هل يجوز لي أن أسافر إلى بلد الكفر لأجل السياحة بصحبة ابنتي وزوجها، علما بأن ابنتي لا تصلي وزوجها ليس مستقيما على الدين؟ لا، لا تصاحبهم. أولا هم رفقة سوء، وثانيا البلد بلاد كفر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل زيارة القبور في يوم معين من العام هل يعد هذا أمرا مشروعا؟ لا، هذا مبتدع. يعني إذا خصص يوم لزيارة القبور فهذه بدعة. القبور تزار في أي يوم يتيسر لك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من أدخل إلى المستشفى فترك الصلاة مع أن معه عقله، فهل يقضي الصلاة عند خروجه؟ اي نعم، بلا شك يقضي الصلاة، ولا يجوز لي يخلي الصلاة. صلي على حسب حاله. صلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما الحكم في من يستعين بالجن في معرفة الغيبيات؟ هذا شرك بالله عز وجل، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن زادوهم رهقا. ما يستعان بالجن، ولا يستعان بالغائبين ولا بالأموات، إنما يستعان بالحي الحاضر فيما يقدر عليه. هذه الشروط: حي حاضر فيما يقدر عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: أعمل سائقا للأجرة، فهل يجوز لي أن أنقل بعض الناس إلى بعض المقامات وبعض القباب للطواف فيها أو لحضورها فقط؟ لا، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. لا تنقل من يذهب إلى القبور للشرك والبدعة، تكون معينا له على ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم المزاح بما به أو بما فيه كفر أو فسق؟ لا يجوز المزح فيه. لا يجوز المزح بما فيه كفر أو فسق. لا يمزح إلا بشيء مباح فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندما لا يعلم الإنسان عن شيء، فهل يباح له أن يقول الله ورسوله أعلم؟ هذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله ورسوله أعلم، لكن بعد وفاته يقول الله أعلم فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ورد عن بعض أهل العلم قولهم: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. سؤاله: هل نحتاج إلى أن نسأل عن حال المشايخ وطلبة العلم الذين يدرسون في الجوامع في هذه البلاد المباركة؟ يا أخي، ما يدرس واحد إلا معه رخصة من وزارة الشؤون الإسلامية،
ما هو كل يدرس، لازم يكون متخرج أول، تخرج من كلية الشريعة ومن كلية أصول الدين مع شهادة. ثانيا لا بد من إذن المسؤولين عن هذا الأمر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا أعمل في هذه البلاد وزوجتي في بلدنا، فهل يجوز أن يوصل أخي زوجتي إلى المستوصف أو إلى الطبيب أو إلى أهلها وهما لوحدهما؟ في البلد الأمر خفيف ما داموا في البلد، أما السفر لا ما يجوز، لكن في البلد عند الحاجة وتحجب عنه وتركب إلى جنبه لا بأس بهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هذه العبارة وهي لا سمح الله لا قدر الله، هل هي جائزة؟ ها؟ يقول: هذه العبارة وهي لا سمح الله أو لا قدر الله، هل هي عبارة جائزة؟ ما يظهر لي مانع لأنه نوع من الدعاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. يقول: ما معنى قوله وليسعك بيتك؟ الاعتزال، اللي ما في مخالطته للناس مصلحة دينية بأن يدعو إلى الله ويذكر لا يخالطه، يبقى في بيته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندما يفقد الإنسان شيئا فهل ورد أنه يقول هذه الآية: إنه على رجعه لقادر، لعدد 200 مرة، وأنه سيلقى ذلك؟ ما ورد هذا ما ورد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: هل من المشروع للمسلم إذا كان في حالة غضب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يستعيذ بالله من الغضب من الشيطان، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعيذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الناس في بلدنا عندما يريدون حفظ شيء معين فإنهم يضعونه بجوار القبور وعند الأولياء، يقول: فهل هذا مخل بعقيدتهم؟ لا شك هذا استعانة بالأموات، هذا استعانة بالأموات، هذا شرك لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: هل يجوز للراقي أن يمس شيئا من بدن المرأة التي يرقيها؟ لا، ينفث عليها ولا يمسها ولا يخلو بها، يكون عند محرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إن لديه مرضا في دبره أعزكم الله، ويضع مرهما على فتحة الدبر، يقول: يكون هناك شيئا من هذا المرهم على ملابسه، فهل تعد غير طاهرة؟ إن كان المقصود المرهم فقط، المرهم طاهر، ما هو شيء خارج من الدبر، المرهم طاهر، ولكن لو جعل على محل الدواء ومحل الدهون جعل شيئا حافظا يلبسه ليكف هذا عن ثيابه، لا هذا طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: هل مس الزوجة بغير شهوة يعد ناقضا للوضوء؟ اي نعم، في من العلماء من يرى ان مجرد المس او لامستم النساء انه ينقض الوضوء، عند المالكية، اما عند الحنابلة فيمس المرأة بشهوة، هذا هو الناقض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: بعض الرقاة يضع ختما كبيرا
يكتب فيه آيات وأذكار وأدعية معينة ثم يطبعها على الورق ويبيعها على الناس، فهل يجوز مثل هذا؟ لا، الرقية عمل، ما هي الرقية ختم تحطه، الرقية عمل وقراءة. نعم. وكذلك حفظك الله، هذا سائل يقول أيضا عن الرقية، يقول بعض الرقاة يقرأ في ماء ثم يأمر المريض أن يضعها في حقنة ويأخذها عن طريق الوريد، فهل ذلك أمر مشروع؟ لا، هذا يضره بعد، لازم يكون عن أمر طبيب يعرف آثار هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول ما حكم لبس الخاتم من الحديد؟ مكروه، مكروه، لأنه حلية أهل النار، ولكن قوله صلى الله عليه وسلم للرجل التمس ولو خاتما من حديد يدل على الإباحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول هل لبس الخاتم يعد من السنة؟ الحاجة، بس للحاجة. نعم، هذا من المباحات، من الملابس، من المباحات، الخاتم والثوب مباحة عند الحاجة. نعم. انتهى.